أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: طلبت من أخي الأكبر أن ينصح أبنائي لأنهم يسهرون كثيرا خارج البيت. يقول أحسن الله إليكم: طلبت من أخي الأكبر أن ينصح أبنائي الذين يسهرون في خارج البيت كثيرا. يقول: فقال لي أخي: ائت لهم بالتلفزيون إلى البيت وفيه قنوات إسلامية، وأنا لا أرى أن هناك قنوات إسلامية خاصة التي بها الأناشيد والتمثيل، فما نصيحتكم؟ ولا ننصح أولادك أنت، ما بتكل نصيحتهم إلى غيرك، انصحهم أنت. وأيضا لا مانع أن تستعين بالله ثم بأحد إخوانك أن ينصحهم. وأما المجيء بالتلفزيون إلى البيت فأنا لا أنصح به أمام الأطفال وأمام النساء، لا أنصح به، السلامة والبعد عن هذه الأمور، لا سيما وأن التلفزيون الآن ما هو من الأول بعد، على ما فيه التلفزيون الآن صار يجيب البلايا والطوام من الفضائيات القبيحة الشنيعة. البعد عن هذا لا شك أنها أبرأ وأطهر للبيت وأسلم لك ولأولادك ولأهل بيتك. وهو ما نصحك، القائل هذا ما نصحك. نعم.